تقريبا اغلب الشركات نصبت عليا انا، من يعني راني نقول لك راني نموذج وعينه وراني في خلاص من الناس اللي نصبوا عليهم. قلت راه عاجبني الحال بزاف خلاص، باسكو انا ربي يهنيك. عندي ليكسبيريونس شويه في الشركات النصاب هذه، عندي مده تقريبا 3 سنوات وانا كنت نخدم اونلاين عن طريق الربح عن طريق الانترنت. تقريبا اغلب الشركات نصبت عليا انا، من يعني راني نقول لك راني نموذج وعينه وراني في خلاص من الناس اللي نصبوا عليهم. وكما قلت انت هذيك في واحد المقطع هكذا، الناس كي تحب تجملهم وباش تجملوا بعضاكم يشكيوا ما يحبوش يشكيوا. وانا هرت على واش هو الاسباب اللي خلاتهم انهم يهمشوا هما بعد في حد ذاتهم. بصح من بعد رجعت لجأت للتداول، يعني لجأت للتداول بعد ما تعلمت درت دورات وكذا امور. معليش خويا جابك ربي، جابك ربي سمى الله يبارك لك. نديرو باللايف هذا اللي كنت قلت منه، هو ندير فيديو باش يكونوا عبره لناس واحد اخرين. تفضل احكي انا لي طيب، معك. كنت تفضل. انت الشركه نصبت عليك، شحال من شركه نصبت عليك؟ يجي واحد على 6 شركات هذه بلا شي بلا تقدر شي. تسميهم، تقدر تسميهم بالخوي العزيز، تقدر شوف، تسميهم. كاينه جولدن واي، كاينه سيلوانا، ها كاينه اب واحد الشركه تركيه اللي تخدم الذهب والالماس، وكاينه شركه تاع امريكيه للعتاد، شركه امريكيه للعتاد، وكاينه شركه اخرى تخدم هي كذلك تخدم في مجال الرسكاله، في مجال الرسكاله موجودين. حتى نسيت الشركات هذو، يجي واحد 6 شركات نصابه بلا شي شركات اللي تم عرضها عليا. حتى اصبحت عندي مناعه ضد الشركات، تقول لي شركه نقول لك احبس مباشره، صح. ولو تاتيني جيت نسألك السؤال، بالادله بكل الادله القطعيه والثبوتيه على انها شركه حقيقيه وعلى ارض الواقع، وتملك وتملك ويملك لا أؤمن به. شخصيا برك. تفضل. والشركات هذو، اسمح لي كمان، والشركات هذو عندهم مرات انا في الجزائر ولا اونلاين؟ شوف، كاينه شركة هذه سيلوان، هذه شركة المقر تاعها في دبي، وهي زعما يدعي صاحبها أنه شريك لأمير القطري. وكاينه شركة جولدن واي، هذه الناس كل اللي تغرط فيها بعد 3 أو 4 سنوات من أنها كانت تقدم لهم الأرباح. وهو في الحقيقة يعني نحن تحصلنا معها مع الأرباح، ولكنها في النهاية نصبت. كان هناك شركة أمريكية، كان هناك شركة بريطانية، وهناك شركة إماراتية أخرى، كلهم نصبوا، كلهم لا توجد شركة. هما عندما هم يقومون بحملة تسويقية لهذه الشركة، وعندما يتوقف التسويق ويصل إلى العتبة أو يصل إلى حد أنهم الشركة لا تصبح أنها تدخل تحقق مداخيل عن طريق المسوقين، عندما لا تحقق المسوقين تبدأ الشركة في الفشل، وتبدأ في منحنى البياني لمداخيلها تتناقص. وبعد ذلك يقومون بالتحجج أنهم مشكلة في السيستم، أنهم لا يستطيعون، وأن يتحججون بعدة أعذار، وهم ينتظرون هل يتحقق هناك تسويق أم لا. عندما ينتهي التسويق تنتهي الشركة. شحال دولك المبلغ أبو بري؟ سامح لي، يوم مبلغ معتبر ولكن ما نقدرش نديكلاري به، يعني سامح لي، معذرة عليك. يعني فوق ال 100، وش فوق ال 100، أكثر 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 500 مال، أكثر، أقل قليلا، أكثر من 500. لا أقل. المهم هذا بيع 350 ربع. مبلغ معتبر، يمكنني أن يكون في مشروع يعني على أرض الواقع، يعني شركات، ولكن كنا نعتقد بأنه هذا مجال، ونريد أن نتحول من التجارة التقليدية إلى التجارة
الإلكترونية، فهمت؟ لأننا نريد أن نعمل من أي مكان، هذا هو كان الهدف من ذلك. كان بالاعتقاد، هيك كان اعتقاد، وكان ولكن هم يعطونك أدلة ويعطونك طرق، يعني. فالنصاب، النصاب فهو عالم في علم محترف النصب، محترف في علم النصب، يدخل في الأمان والآمال تاع الناس. هذا هو مشكلته. يقرأ لك العقلية، إيه، هو ما مش بك، ذكي، هو هو ما تبدأ تحكي معاه، بروفيسور في النصب، وما بروفيسور في ما النصب تبدأ عليك. تحكي معاه يعرفك، كيف؟ وش قلت لي؟ كما تبدأ تحكي معاه يعرفك، وش ما كما لا، تبدأ هما تحكي دوك، معاه هما يعرفك، وش دوك، ما هما وش دوك، هما تقرأك راح هما يصحيك. شوف شوف اخو، مثلا عند كيما تحب ديماري الشركه بار اكزومبل، مثلا تحب ديماري الشركه، سامح لي عن بالك انا دخلت نهضر معك بالعربي، اختار ساعات نهضر مع اصدقائي مصريين وكذا امور، ما نفيقش بروحي نلقى هما كيفاش يديروا. يحكموا مثلا، يجيبوا في البدايه يجيبوا مسوقين ولا ثلاث مسوقين، عد يجيبوا اربعه ولا خمس مسوقين مثلا، نقولوا في الجزائر، لانهم باش يجعلوا منهم اكزومبلار، مثال للنجاح ومثال كذلك. وهذاك المسوقين يدعيوا ناس، وهذوك يدعيوا ناس، تبقى في قضيه يبنيوا في السيستم الهرمي نتاعهم، في التسويق الهرمي. هذا هو يعني. هما بعد ذلك، هما شكون اللي يربحوا؟ يربحوا بزاف الاوائل اللي جاوا في الشركه، يربحوا بزاف خلاص، وهما يرجعوا دي زوكزامبل، وتلقاه بسياره، وتلقاه كذا، تحقق نجاح كبير، يولي هذاك المشهد، هذاك عنده تاثير. مثلا في شركه جولدن واي، المنطقه اللي راني نسكن فيها، دخلوا منها 90%، 90% راهي محتله بالك المرتبه الثالثه ولا الرابعه حتى في الوطن العربي. اكتبها، شوف كمال، اكتبها ديرها في الكومنتير باش الناس يشوفوها. واش جولدن واي ولا تكتب، جولدن واي، كاين جولدن واي، اكتبها، تقدر تكتبها في الكلافيه. نكتب، انا نكتبها لك. درك انا انسان جاهل بالشيء، مثلا انا جاهل بالشيء، يجي واحد مسوق كيما قلت انت تقول لي، يسوق لي في قضيه التداول، باللي يبان لي جيب مثلا دير 100 اورو ولا 200 اورو، تصبح لاباس عليك وكذا امور. وكاين ناس كذلك يكذبوا عليهم عن طريق عن طريق التسويق، يجيبوا يصوروا قدام سياره فخمه، وينعتلوا الدولارات، وينعتلوا الاورو، يقولوا هذه هي الارباح تاعي من التداول وكذا امور. هم في حد ذاتهم ايضا كذلك يشبهون الشركات الوهميه، باش ينصبوا على ناس، يبقاو يتم كما عندنا احنا المثل اللي يقول لك الطماع يغلب الكذاب. يقول لك الطماع يغلب الكذاب. اذا كاين ناس ينساقوا وراء الكذب هذا، ينساقوا وراء الكذب هذا، ويصبحوا ضحايا لناس وضحايا للجهل. كما تقول انت، ما همش مهتمين بالشيء، وما همش مهتمين بالمعرفه، باش يدخلوا في الدومين هذا، يولي يضيعوا، ومن بعد يضيعوا، ومن بعد يولي يرجع كل شيء اللي كان في الانترنت، الربح في الانترنت كامل، يعطيه كيما نقولوا ضرب جملة واحدة باللي ما كانش منه هذا، وما فهم. هو كان الربح عن طريق الانترنت، كان في مثلا، انا ملي دخلت التداول اكتشفت باللي الشركات اغلبهم، يعني انا ننصح الناس ما يدخلوش فيها مهما كان، يمدوا لك ادلة قطعية، انا ننصح فيها الناس، اللي يحب يخدم يروح للتداول، يتعلم ويحترف، ويدخل في الحساب التجريبي، يتعلم مليح. كاين مثلا كيدخل عن طريق اكاديميات اللي تخاف ربي سبحانه. انا مثلا دخلت مع اكاديميات مصريه، اكاديميه مصريه، قلت لك يعني هو الربح عن طريق الانترنت كاين. انا وش هو ننصحنا يعني نصيحه الاخرى نقدر نقولها للناس كلها، يعني بتجربتي انا اكتسبت مناعه ضد الشركات الوهميه هذه. انا ننصح مهما كانت الشركه تمد لك الادله، وتمد لك وش تمد لك من الاثباتات باللي انها شركه حقيقيه وشركه كذا، كما كنت انت تقول اخويا، ما كان له تريسكي با تريسكي با.